اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقه متجدده من برنامجكم عدسه اثراء، ومن خلال هذه العدسه نقوم بتغطيه جميع الفعاليات والانشطه المقامه داخل دوله الكويت منها الاجتماعيه والثقافيه والدينيه، فنتمنى لكم مشاهدينا الكرام متابعه طيبه في حلقه اليوم باذن الله. مبارك سالم الحيان، مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة. اليوم الهيئة تشارك في مبادرة عظيمة جدا، وهي توزيع أكثر من 10,000 مصحف من مصاحف دولة الكويت، النسخة المعتمدة في دولة الكويت. هذه النسخة تأتي بعد عمل وجهد كبير في دراسة أغلب المصاحف السابقة للهيئة، ثم تخرج هذه النسخة بحلة مميزة مرتبة من صف وإخراج واختيار للورق والاختيار للطباعة والتجليد وخط كذلك المصحف، ليتلقى بفضل الله سبحانه وتعالى هذا القبول وهذا الانتشار الواسع وهذا الازدحام الشديد، خاصة في هذه الأيام في فترة معرض الكتاب. فاليوم حنا نفخر صراحة كنا حنا اللي قاعد نوزع هذا المصحف، وهذا من إنتاج دولة الكويت، وقاعد توزع لجميع المختصين وجميع الزوار وجميع الضيوف من داخل وخارج دولة الكويت. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الإقبال جاء نتيجة تميز مصحف دولة الكويت. اليوم الناس تيجي من بعيد حتى من خارج دولة الكويت من دور ثانية، تيجي تقول أنا والله أبي نسخة من مصحف دولة الكويت، أبي أستفيد من مصحف دولة الكويت. فبعض المرات حنا نقول شنو اللي جذبك في المصحف؟ قال والله نوع الورق، ولا يقول طريقة الطباعة، ولا اختيار اللون انه ما يعكس يعني ومريح للعين في القراءة. فالحمد لله هذه الامور كانت يعني مدروسة بشكل تام ليخرج هذا المصحف بحلة مميزة مرتبة، ويتلقى بفضل الله سبحانه وتعالى هذا القبول والانتشار. طبعا آلية التوزيع، حنا كل شخص يزورنا نتأكد من طبعا الاسم والهوية، ثم نعطيه نسخة من دولة الكويت، لأنه في أول الأيام من الزحام الشديد صار فيه ممكن بعض التكرار وبعض هذا، وحنا ودنا نعطي الناس كلها، كل الناس تستفيد من هذه النسخة. فأول يوم يومين الإقبال شديد جدا في معرض الكتاب، وهذه ميزة في معرض الكتاب 46، الناس فيها يعني اجتهاد في القراءة، وبعد يعني كورونا وبعد الأمور السنة هذه كان انفتاح كبير من جميع الدور وزيارات كبيرة من أغلب الدور. فالحمد لله عكس هذه الزيارات وعكست الزحمة تكون عندنا في الهيئة. طبعا الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما تميزت في مفخرة الهيئة، وهو مصحف دولة الكويت للقراءات العشر. هذا المصحف ما هو موجود في العالم الإسلامي كله إلا في دولة الكويت، وبفضل الله سبحانه وتعالى تلقى القبول وتلقى يعني الطلب الشديد على هذا المصحف. الأمر الثاني وهو كتب السنة النبوية. كتب السنة النبوية هناك كثير من كتب السنة النبوية ما هي متوفرة وموجودة إلا في هيئة القرآن والسنة. اليوم حنا نتكلم على كتاب الكمال في أسماء الرجال الأصل، هذا ما طبعته إلا هيئة القرآن. اليوم كذلك المغازي، مغازي سيدنا محمد، 3 مجلدات ما طبعت إلا هيئة القرآن، وهذا كتاب مفقود والحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى جانا يعني جاتنا مخطوطة مخصصة طبعناها في هيئة القرآن. الهيئة تعمل دائما على التميز في إنتاج شيء يحتاجه طالب العلم والمبتدئ والمنتهي في العلم. زيادة على هذه، الهيئة اليوم تتكلم على 7 أو 8 تراجم لمعاني القرآن الكريم، من إنجليزي ومن فرنسي ومن أسباني ومن أردو ومن فلبيني من أندونيسي من صيني من ألماني من ياباني. فالحمد لله يعني ما أغفلنا جانب التراجم، ما أغفلنا جانب يعني إخواننا المسلمين المتحدثين بغير اللغة العربية، ونبشر إخواننا جميعا بإذن الله أن سيصدر المصحف أو المصاحف 5، وهي مختصرة من مصحف القراءات العشر.
وليد العبد الهادي عضو في الجمعية الكويتية للتراث. هذه الجمعية الكويتية للتراث هي جمعية تهتم بالتراث الكويتي المحافظة عليه، فعلشان كذي هي تقيم ندوات كثيرة بخصوص التراث الكويتي. الجمعية تأسس سنة 2017، والحين الحمد لله سوينا العديد من الأنشطة فيها من محاضرات وفعاليات، وأيضا نشارك في معرض السنة هذه قاعد نشارك في المعرض الدولي للكتاب عشان نعرف الناس عن التراث الكويتي وشون نحافظ على التراث الكويتي. وأيضا عندنا الأخوة الأعضاء أيضا سووا أكثر من موسوعة سواء عن التراث الكويتي أو عن الغوص أو عن المهن الكويتية، فإحنا نهتم في جميع الأنشطة ونعرف الناس الحين الحمد لله في المعرض هذا عن التراث الكويتي وشون نحافظ على التراث الكويتي. وأيضا عندنا كتب كثيرة عن التاريخ وشون طورت الكويت وتأسيس الكويت، وأيضا في كتب عن النقع الكويتية ونعرف الناس والشباب هني عن تاريخهم الكويت وتاريخ الغوص وتاريخ السفن وتاريخ المباني أيضا والتاريخ الكويتي شون ازدهر التاريخ الكويتي من أول تأسيس فترة الكويت لغاية الحين. والحمد لله هذه فرصة طيبة في المعرض هذا نعرف الناس عن التراث الكويتي وشون نحافظ على التراث الكويتي. عندنا نوعين من الإصدارات، أول شيء في إصدارات اللي هي مقتنيات الأعضاء وأعضاء الجمعية. هذه المقتنيات تكون نسخ نادرة، من ضمنها كتاب عبد العزيز رشيد، هذا طبعا نسخة نادرة. وأيضا في بعض الكتب لو تلاحظ هني المعروضة اللي فيها أصور الشيخ عبد الله السالم أحمد اليابر، المقتنيات القديمة اللي نوادر تحصل عنها شو اسمه أي نسخ. والجزء الثاني اللي هم مؤلفات الأعضاء. الأعضاء طبعا يهتمون بالتراث الكويتي، فحاليا عندنا موسوعة تو يعني طلعت قبل أسبوع تقريبا حق الأستاذة شفاء المطيري، سويت عن موسوعة الغوص، موسوعة كاملة تشرح فيها عن الغوص والنواخذة والسفن وأنواعها، موسوعة كاملة عن التراث البحري. وأيضا الأخت ندى الرفاعي سوت موسوعة كاملة عن الإعلام ومسيرة الإعلام وتاريخ الإعلام من أول ما صدر الإعلام لغاية اليوم الحين. فهذا كل الاهتمام هذا من نشاط الجمعية الكويتية للتراث عشان نحافظ على التراث الكويتي. والله الإقبال الحمد لله إقبال وايد طيب، وخصوصا عندنا الفترة الصباحية يجون المدارس ونشرح لهم عن التراث الكويتي، والفترة المسائية يجون ناس وايد مهتمين في التراث. وأيضا قاعد نصادف ناس وايد من الأخوة من السعودية، من عمان، من البحرين، من قطر، يحبون يتعرفون عن التراث الكويتي. ويجون ناس وايد بعد يسألون عن يعني كتب معينة عن التراث الكويتي. والحمد لله هذا أعتقد المشاركة في المعرض مشاركة مهمة جدا ومفيدة. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم من أجمل تحية ومع السلامة.